بعد كده عندنا تدريبات lessons 3 and 4 الدرسين الثالث والرابع page 135 صفحة 135. choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة. it's important من المهم to A others ان انت A للآخرين by being kind عن طريق ان انت تكون عطوف and listening carefully وتستمع بحرص when they talk لما يتحدثوا. يبقى من المهم ان انت تكون محترم مع الآخرين، تمام، تحترم الآخرين، يبقى to respect. it's important to respect others من المهم ان انت تحترم الآخرين طبعا عن طريق ان انت ايه، ان انت تكون عطوف وتستمع بحرص للايه للي بيتحدثوا، تمام كده، when they talk عندما يتحدثوا. خلاص. طيب بعد كده it's a very sunny today النهارده اليوم مشمس جدا. the synonym مرادف of sunny عايزه كلمه بتساوي كلمه sunny مشمس، كلمه ايه؟ cloudy مغيم، لا bright لامع، ايوه ممكن دي تنفع، cold بارد وفوجي ضبابي. طبعا اللي بتساوي كلمه sunny مشمس اللي هي لامع وساطع اللي هي bright. we add the suffix احنا بنضيف اللاحقه ايه to the adjective للصفه strange شيء غريب to get the noun عشان نحصل على الاسم، يبقى ايه شخص غريب يعني هضيف لها اللاحقه er يبقى stranger شخص غريب. a is someone who pays for a room in a house هو الشخص اللي بيدفع ثمن غرفه في منزل بيأجر غرفه واحده اللي هو ايه ال lodger مستأجر الغرفه. اما مستاجر البيت كله على بعضه اسمه التيننت، تمام، مستاجر غرفه واحده اسمه لوجر. سيلر بائع، باير مشتري، وسترينجر غريب. ان اي از سمثينج ذات هابنز تو يو ان يور لايف يعني الشيء الذي يحدث لك في حياتك ده الخبره او التجربه الحياتيه الاكسبيرينس. اكسبيرمنت تجربه علميه، اكسبيرت يعني خبير، واكسرسايز تدريب. teachers المدرسين explained all the problems to their المدرسين شرحوا كل المشكلات اللي عندهم لمين؟ هيشرحوا المشكلات للمدير بتاعهم their manager المدير. tourist سائح، نيرس ممرضة، وكلينر عامل نظافة. A is a board عبارة عن لوحة أو صبورة يعني that people put on الناس بتضع عليها أو الناس بتضعها on a wall على حائط to put messages on يعني هي لوحة بيضعها الناس على الحائط لوضع الرسائل عليها، دي اسمها لوحة الإعلانات النوتس بورد. فورست غابة، لودجر يعني اللي هو مستأجر غرفة، وميتنج اجتماع. My uncle is a businessman عمي رجل أعمال and always has ودايما عنده ايه to discuss عشان يناقش important topics فيها الموضوعات المهمة. بيعمل ايه عمي؟ عنده ايه؟ عنده meetings عنده اجتماعات بيناقش فيها الموضوعات المهمة. services خدمات، competitions مسابقات، و repairs اصلاحات. I sat on a wooden A at the park and watched the birds fly by يعني انا كنت جالس على ايه مصنوع من الخشب في الحديقة العامة وشاهدت الطيور بتطير في السماء. طب في الحدائق العامة بيبقى فيه ايه خشب بنقعد عليه؟ بيبقى فيه مقاعد خشبية اللي هي بنش، ماشي، wooden bench يعني مقعد خشبي. notice board لوحة اعلانات، فورست غابة، فاكتوري مصنع. we form مثلا بنشكل او بنكون الاسم of communicate من كلمة يتواصل by adding the suffix عن طريق ان انا اضيف اللاحقة ion تبقى communication التواصل. my mother asked me ماما طلبت مني to a hear a call ان انا اعطيها مكالمة if I am going to be late لو انا هتأخر، اتصل بمامتي لو انا هتأخر اديها مكالمة، يبقى give her a call تمام اعطيها مكالمة. have يعني يملك او يتناول، do يفعل، وspend يقضي. to get the noun عشان تحصل على الاسم from the adjective من الصفة sick married add the suffix نضيف اللاحقة ايه؟ نضيف اللاحقة ness تبقى sickness المرض. طارق doesn't have any money طارق معهوش اي نقود so I will for his metro ticket عشان كده انا هدفع له تمن تذكرة المترو، تمام؟ طب تذكرة المترو بتاعته، طب انا عايز اقول انا بدفع مال، هدفع مال I will pay for his metro ticket هدفع فلوس عشان ادفع تمن تذكرة المترو بتاعته. بيدفع مال، بيشتري، سيل يبيع، وبي دي معنى شاطر.
مستر كمال is a kind man. السيد كمال ده رجل عطوف. The opposite acts of kind. عكس عطوف is a is unkind. غير عطوف. Friendly ودود. Useful مفيد. We unhappy غير سعيد. After a long day بعد يوم طويل of working من العمل. It's a time for you. ده الوقت ليك to take a إن أنت تاخد a rest. يعني تاخد استراحة and relax وتسترخي. وايت بورد لوحة الإعلانات فور استغابة وسيرفيس خدمة. ريست بمعنى راحة تمام وبتيجي بمعنى يستريح يعني. بيج 136 صفحة 136 ريد أند كومبليت اقرأ وأكمل. هنكمل الفقرة باستخدام ريست يعني راحة. تايرنج متعب. بيفمنت رصيف. تايرد متعب. أسك الطلب. وبنش مقعد. عادل إز أن أولد مان. عادل ده رجل كبير السن. رجل عجوز. He is 75 years old. عمره 75 سنة. While he was walking بينما هو كان ماشي along the A. ماشي على الـ A. على الـ pavement على الرصيف. He fell down سقط and felt very وشعر ان هو متعب جدا. Very tired. متعب. شعر بالتعب. A young boy saw him. في ولد صغير شافه and ran towards him ويجري باتجاهه. He asked him to sit down. هو طلب منه ان هو يجلس and have a وياخد فترة راحة او يستريح. طب يبقى he asked him طلب منه to sit down هو يجلس and have a وياخد استراحة او يستريح. Have a rest ياخد استراحة. عادل سانكت ذا يونج بوي. عادل سانكت ذا يونج بوي. شكر الولد الصغير فور هيز وندرفول تريتمنت على المعامله الرائعه بتاعته اند كايندنس والعطف. يبقى اول حاجه بيفمنت، الثانيه تايرد، الثالثه اسكد، والرابعه ريست. تشوز ذا كريكت انسر، اختار الاجابه الصحيحه. تو اي مينز سينج هالو، معناها ان انت تقول اهلا. تو ويلكم سمون، عشان ترحب بشخص يبقى انت كده بتحييه. يحيي يعني جريت. visit يزور، work يعمل، fly يطير. there are many monuments في كثير من الآثار and ruins وأطلال أو بقايا المباني القديمة in Luxor في الأقصر. the word monuments كلمة آثار here هنا refers to buildings بتشير للمباني الإيه؟ المباني التاريخية الـ historic buildings. هنا new جديد، modern حديث، fashionable يعني على الموضة. is writing or pictures that people draw on walls هي الكتابة أو الصور اللي الناس بترسمها على الحوائط، بتشخبط بقى على الحيطان، دي اسمها الجرافيتي. ترافيك حركة مرور. ليفلت يعني منشور. وهيدفون يعني سماعة رأس. A or N is someone who pays to live in a house الشخص اللي بيدفع لكي يعيش في منزل، مستأجر المنزل كله على بعضه يبقى اسمه tenant. player لاعب، worker عامل، officer يعني ضابط. the suffix a اللاحقة a turns the adjective بتحول الصفة dark ظلام into a noun لاسم. dark ظلام أضيف لها اللاحقة ness تبقى darkness الظلام. to succeed in your exams عشان تنجح في امتحاناتك means to aim معناها ان انت تجتازهم يبقى بس them. بس يعني يمر او يجتاز او ينجح. fail يرسب، تيست يتذوق، وتيست اختبار. if you are a لو انت a you don't expect something مش بتتوقع شيء and it seems strange وبيبدو غريب or unusual او غير معتاد يبقى انت في الحالة دي مندهش surprised. dead ميت. pleased مسرور. و anxious يعني قلق. to get the noun عشان تحصل على الاسم from the verb من الفعل compete. compete يعني ينافس. add the suffix نضيف اللاحقة ايه؟ نضيف اللاحقة it ion تبقى competition يعني منافسة او مسابقة. دي ينافس اخليها ايه؟ منافسة او مسابقة تبقى competition. ايه is always pleased by the a of her friends يعني ايه دايما مسرورة من العطف بتاع اصدقائها عليها يعني. العطف يعني kindness. kind عطوف. المريض illness المرض. our teacher المدرس بتاعنا is kind عطوف and helpful ومتعاون. the synonym المرادف of kind مرادف كلمة عطوف is a اللي بيساوي كلمة عطوف هنا طبعا كلمة friendly ودود. cool يعني بارد قليلا. unkind غير وبتيجي معنا رائع برضو. unkind يعني
غير عطوف وهارد يعني صلب. People can communicate with each other يعني الناس ممكن تتواصل مع بعضها البعض all over the world في جميع أنحاء العالم. This means they use معنى كده هم بيستخدموا إيه؟ هم بيتواصلوا مع بعض في العالم كله، يبقى بيستخدموا افتكروا إيه؟ خدمات الشبكة الاجتماعية social network services. طب هنا داركنس الظلام، بوكس كتب، ومابس خرائط، لا هم بيستخدموا خدمات الشبكة الاجتماعية فالناس بتتواصل مع بعضها في جميع أنحاء العالم. بعد كده عندنا درس الجرامر، ودرس الجرامر هنا مهم جدا، بيج 137 صفحة 137، وهو فيوتشر ويز جوينج تو، المستقبل باستخدام جوينج تو. خلي بالكم معايا وركزوا كده، احنا في يعني في الدرس اللي فات اللي هو الدرس الاول والثاني الجرامر بتاعهم كان عن ايه؟ كان عن استخدام زمن المضارع المستمر للتعبير عن المستقبل. لما يكون في ترتيبات مستقبليه حاجه انا هعملها بستخدم مضارع مستمر اللي هو ام واز وار والفعل بضيف له اي ان جي. بس افرض بقى انا في المستقبل عندي نيه لعمل الشيء او بخطط لسه من غير ترتيبات مسبقه، تمام؟ فبستخدم حاجة اسمها ايه بقى؟ going to، بيجي قبلها verb to be am او is او are. يعني مثلا اقول ايه؟ I am going to buy a new car، انا سوف اشتري سيارة جديدة، نية مش مترتب لها، خلاص مش حاجة انا مرتب لها في المستقبل، يبقى استخدم going to. عمر is going to join a boarding school، عمر سوف يلتحق بمدرسة داخلية، تمام؟ نية، تمام؟ مخطط ان انا اعمل كده بس ما خدتش اجراء يعني صارم يعني في الموضوع ده. My parents والدي are going to fly to London، والدي هيسافروا لندن. انا استخدمت هنا going to لان انا هم عندهم نية للسفر، ما فيش مثلا ما حجزوش تذاكر، ما رتبوش لكده، تمام؟ يبقى في حالة ان انا يبقى عندي نية لعمل الشيء مخطط ان انا اعمله في المستقبل استخدم going to، لكن في حالة ان انا خلاص اخدت ترتيبات ان انا هعمل حاجة دي استخدم زمن المضارع المستمر. خلي بالكوا عشان السنة اللي فاتت والقبلية كان في ناس تقولك احنا مش عارفين هو امتى استخدم المضارع المستمر وامتى استخدم going to، لا اعرفه بقى going to لما يكون في نية او خطة ان انا اعمل حاجة دي في المستقبل، لكن لو اخذت خلاص قرارات اخذت يعني ترتيبات مستقبلية استخدم بقى المضارع المستمر am is were والفعل اضيف له اي شيء. هنا بس بيقول لك ان احنا نستخدم going to وقبلها am او is او are للتعبير عن الخطط المستقبلية، عن النوايا، عن القرارات، عن التنبؤات مع وجود دليل. دليل يعني مثلا اقول السماء مليئة بالسحب سوف تمطر، في الحالة دي استخدم going to، والاحداث التي تكون على وشك الحدوث حاجة هتحصل خلاص برضك ممكن استخدم going to. طب تعالوا نحل اسئلة على الموضوع ده. بيج 139 صفحة 139 في تدريبات على الجرامر. سؤال الكوريكت، سؤال التصحيح، زياد باي اكار هي بلانيت ذات، زياد سوف يشتري سيارة هو خطط لذلك، هو خطط، تمام كده؟ يبقى في الحالة دي استخدم going to والمصدر، يبقى اقول زياد طبعا قبلها بيجي فيرب تو بي ام او از اور، زياد مفرد يبقى اقول is going to بعدها المصدر boy سوف يشتري سيارة. next summer الصيف القادم I not going travel to London مش هسافر لندن، I decided أنا مقرر to spend it in the countryside أنا هقضي الأجازة في الإيه؟ في الريف. طب دي نية إن أنا أعمل الشيء دوت، يبقى استخدم طبعا هنا عندنا am أو is أو are و going to والمصدر. طب I تاخد am بس أنا هنفيها بقى أقول am not going to. number 3 the teacher is going to showing us a page on the whiteboard يعني المدرس سوف يرينا صفحة على السبورة البيضاء. طيب بعد to بيجي الفعل في المصدر صح كده going to، يبقى هنقول هنا show، هنشيل الإضافات. you are going to ride a horse يعني عايز اقول لك ايه، هل انت سوف تركب حصان؟ ده سؤال، في حالة سؤال بجيب الفعل المساعد الاول بعدين الفعل، فهعمل تبديل ما بينهم، يبقى اقول are you. give me the remote اديني الريموت او جهاز التحكم عن بعد. I am going to watch the film انا سوف اشاهد فيلم، حاجة خلاص على وشك الحدوث يبقى اقول I am a going. دايما بعد ام و از و ار بنجيب الفعل في اي ان جي. طيب
طب volunteers المتطوعين is going to plant سوف يزرعون some trees بعض الأشجار along the streets بطول الشوارع. طيب خلي بالكم معايا المتطوعين جمع ما استخدمش معاهم is استخدم معاهم are. Look at that man انظر لهذا الرجل on the bridge اللي على الكوبري he is going هو going to هو هيقفز going to والمصدر يبقى to jump. I have decided أنا قررت that I speak to my parents about the problem. أنا قررت أتكلم مع والدي عن المشكلة في نية للتحدث مع والدي عن المشكلة. يبقى أقول إيه I am going to speak. Going you watch the new play tonight هل انت هتشاهد المسرحية الجديدة هذه الليلة؟ طبعا ده سؤال لازم اجيب الفعل المساعد الاول. طبعا مع going هستخدم verb to be يعني هنا مع you استخدم are اقول are you going to هل انت سوف بجيب الفعل المساعد الاول بعدين الفعل to watch. طب we are going start a social network service page يعني نحن سوف نبدأ في إنشاء صفحة لخدمات التواصل الاجتماعي. Is anyone interested in helping هل يوجد أي أحد مهتم بالمساعدة؟ يبقى we are going لازم to المصدر بقى to start سوف نبدأ أو ننشئ. Next Monday الاثنين القادم we try a new kind of medicine إحنا هنجرب نوع جديد من الدواء. This is our plan دي الخطة بتاعتنا for the next week للأسبوع القادم. دي plan دي خطة أنا مخطط للمستقبل. يبقى استخدم التركيبة بتاعت سوف اللي هي verb to be وبعدين going to والمصدر. يبقى we تاخد are going to try سوف نجرب. We going to clean up the rubbish in our street. نحن سوف ننظف القمامة اللي في الشوارع بتاعتنا. يبقى we are لازم قبل going to verb to be مع we أخد are بقى. We are going to. طب صلاح go to visit Egypt next week. It's his plan. صلاح سوف يزور مصر الأسبوع القادم. هذه خطته. طالما plan خطة يبقى هستخدم التركيبة بتاعت سوف. صلاح مفرد يقول is going و to مكتوب. عمر and I أنا عمر going to spend the evening outdoors يعني أنا عمر سوف نقضي المساء بالخارج. طب يبقى هنقول إيه بقى إحنا الاثنين جمع يبقى are going. أكتر من واحد في اللغة الإنجليزية بيبقى جمع. I'm going to read David Copperfield story in summer. يعني أنا سوف أقرأ قصة ديفيد كوبرفيلد في الصيف. طيب يبقى ديني يا خلاص يبقى I am going to. أنا سوف. What are you going to do during the weekend? هتعمل إيه في خلال أو أثناء العطلة الأسبوعية؟ طبعا هنا بقى لازم بعد going يجي to والمصدر. يبقى going to do. ماذا سوف تفعل؟ They not going play tennis in the afternoon. هم مش هلعبوا تنس بعد الظهر. They are going to study for their exams. هم هيذاكروا عشان الامتحانات بتاعتهم. هم لن يلعبوا. تمام كده؟ يعني مش هيلعبوا. يبقى هنقول they aren't عشان هم جمع. Aren't going to. مش هيلعبوا تنس بعد الظهر ده هيقعدوا يذاكروا عشان الامتحانات. أيمن بي فيزيت لوكسر هي هاز ديسايدد ذات أيمن هيسافر لوكسر هو قرر ذلك. يبقى نقول أيمن از جوينج تو فيزيت سوف يزور. The volunteers المتطوعين are going to cleaning up the park المتطوعين هينظفوا الحديقة العامة. طبعا بعد to بيجي هنا going to بيجي فعل في المصدر يبقى clean بس. Going to clean up the park. بعد كده عندنا تدريبات عامة على lessons 3 and 4 الدرسين الثالث والرابع بيج 141 صفحة 141 read and complete اقرأ واكمل. هنكمل الفقرة باستخدام time وقت.
community مجتمع, on حرف جر, work يعني يعمل, و elderly كبير السن, و to برضه بحرف جر. هنشوف هنستخدم on ولا to. My friend and I, أنا وصديقة, are looking for, بنبحث عن some voluntary work, بنبحث عن بعض العمل التطوعي. We should all care about our, كلنا ينبغي ان احنا نرعى او نهتم بالايه, باور كوميونتي مجتمعنا. We want to help, احنا عايزين نساعد ايه, people and young children. طيب احنا عايزين نساعد الناس كبار السن, elderly people, نساعد كبار السن and young children والاطفال الصغيرين, نساعدهم ايه على القراءة, يبقى to read لكي يقرأوا. We can do that in our spare time, احنا ممكن نساعد الكبار السن في تعلم القراءة يعني هم والأطفال في وقت فراغنا. If you are interested, لو انت مهتم بالموضوع ده, please من فضلك contact us, من فضلك اتصل بينا using our email, باستخدام الايميل بتاعنا, address, عنوان البريد الالكتروني بتاعنا, or call us, او اتصل بينا تليفونيا. يبقى عندنا اول حاجة work, التانية community, التالتة elderly, والرابعة to. بعد كده عندنا القطعة read the following and answer the questions, اقرأ التالي واجب عن الأسئلة. عندنا عماد باعت لبيتر ايميل بيقوله dear بيتر, عزيزي بيتر, هاي يعني مرحبا, I hope you are well, أتمنى أن تكون بخير. I am sorry that I haven't sent you emails recently, يعني أنا آسف لأنني لم أرسل لك رسائل بريد إلكتروني مؤخرا. Because بسبب we were busy, إن إحنا كنا مشغولين, moving back to our village, يعني احنا كنا مشغولين بالعودة الى قريتنا. After the decent life initiative had improved it, احنا كنا مشغولين بالعودة لقريتنا بعد ما قامت مبادرة حياة كريمة بتحسينها, بتحسين القرية بتاعتنا, يعني هم نقلوهم مكان كده عقبال ما يحسنوا القرية وبعد كده ايه رجعوهم, فهو كان مشغول بقى في الايه في النقل يعني. Let me first tell you what decent life initiative means, دعني اولا اخبرك ماذا تعني مبادره حياه كريمه. It means a project to develop all the villages in Egypt, ده مشروع لتنميه كل قرى مصر. In my new village now, في قريتي الجديده الان, we have a primary, a preparatory and a secondary school, عندنا مدرسه ابتدائيه واعداديه وثانويه. I do not have to walk kilometers to go to my school every day, يعني انا ما بقاش يعني يجب عليا ان انا امشي كيلومترات للذهاب الى مدرستي كل يوم, المدرسة بقت قريبة. طب the facilities, يعني المرافق, are the best thing in our community, هي افضل شيء في المجتمع بتاعنا. We have great shops, عندنا محلات رائعة, and many job chances, والعديد من فرص العمل. The new health care center has modern equipment, وكمان بيحتوي مركز الرعاية الصحية الجديد على معدات حديثة. We have playgrounds where we can play volleyball, basketball and football, وكمان لدينا ملاعب حيث يمكننا لعب الكرة الطائرة وكرة السلة وكرة القدم. There is a place where families can enjoy being outside together, وكمان هناك في مكان للعائلات ممكن تستمتع فيه بالخارج معا. Now الآن we really live a happy decent life, يعني الآن نحن نعيش حقا حياة سعيدة وكريمة. بعد كده مضى yours عماد, المخلص لك عماد. طب أول سؤال, the main idea of the text, الفكرة الرئيسية للقطعة أو للنص is إيه؟ طبعا النص هنا بيتكلم على تحسين قريتنا, our village improvement. The best thing in Imad's community is a, افضل شيء في المجتمع بتاع عماد, هو قال لك افضل شيء المرافق, the facilities. عماد is ايه, عماد ايه, هو بيقول لك انا مش مضطر امشي للمدرسه بتاعتي الكثير من الكيلومترات زي الاول, يبقى هو طالب, يبقى عماد is a student. Why couldn't عماد write emails to Peter recently, لماذا لم يستطع عماد الكتابه لبيتر ان هو يكتب له ايميلات مؤخرا. طبعا بص كده زي ما هو قال له في اول سطر, قال له I am sorry that I haven't sent you emails, انا اسف ان انا ما بعتلكش مؤخرا ايميلات, قول because we were busy, عشان احنا كنا مشغولين, moving back to our village, ان احنا ننتقل لقريتنا الجديدة عشان مبادرة حياة كريمة ايه
حسنتها. طيب تعالوا نشوف هنكتب ايه بقى عشان الضماير ممكن تضايقكم وانتوا بتنقلوا كده، مش هينفع احط خط، فتعالوا نشوف ممكن نكتبها ازاي. ليه ما كانش بيكتب له ايميلات مؤخرا؟ because he was busy، عشان هو كان مشغول moving back بالانتقال او العوده to his village لقريته after بعد the decent life initiative، بعد ما مبادره حياه كريمه had improved it طورتها، طورت القريه. دي اجابه نمبر 4. نمبر 5 summarize. summarize يعني لخص. the improvements التحسينات of Imad's village اللي حصلت في قريه عماد. طب بصوا في الفقره كده قال لك we have primary preparatory secondary school، بقى عندنا مدرسه ابتدائي واعدادي وثانوي، وبقى عندنا كمان facilities مرافق في المجتمع، وبقى عندنا فرص عمل job chances، وكمان بقى عندنا modern health care مركز صحي حديث، وعندنا play grounds ملاعب. طب تعالوا نضم الكلام ده كله على بعضه بقى. The improvements التحسينات in Imad's village في قرية عماد include بتشتمل على having a primary preparatory and secondary school، بقت تشتمل على مدرسة ابتدائي واعدادي وثانوي، better facilities بقى فيه مرافق أفضل، great shops محلات رائعة، job opportunities فرص عمل، a modern health care center مركز صحي حديث، and playgrounds وملاعب for sports من أجل الرياضات. دي إجابة نمبر 5. After 5 years، السؤال السادس بقى بيقول لك بعد مرور 5 سنوات what do you think the villages in Egypt will be؟ بتعتقد ان القرى في مصر هتكون عامله ازاي؟ After 5 years، بعد مرور 5 سنوات the villages القرى in Egypt في مصر may ربما continue to develop and improve، ربما تستمر في التطوير والتحسين، with better education مع تعليم افضل and quality of life وجودة حياة. Choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. كريم pays for a room، كريم بيدفع ثمن غرفة to live يعيش فيها in a house في منزل with its owner مع المالك بتاعه. He is a، يبقى هو مستأجر غرفة في منزل يبقى اسمه lodger. Owner مالك، seller بائع، tenant مستأجر البيت كله لكن ده مستأجر غرفة فقط. Page 142 142 please من فضلك food to people who don't have enough، من فضلك تبرع بالطعام للناس الذين ليس لديهم طعام كافي. يعني يتبرع يعني donate، please donate من فضلك تبرع. plant يزرع، repair يصلح، ومake يصنع. the weather is bright today، الطقس النهاردة لامع وساطع. it's very، يبقى الطقس ده ايه؟ very sunny، مشمس جدا. كلاودي مغيم، ستورمي عاصف، أو شديد العواصف يعني، ودارك مظلم. My grandmother جدتي is very kind، عطوفة جدا. We all like her، كلنا بنحبها. She is، هي ايه؟ هي friendly، ودودة، عايزة صفة إيجابية هنا، friendly ودودة. Bad سيئة، cruel قاسية، unkind غير عطوفة. Sadly بحزن the boy failed his test، الولد رصف في الاختبار بتاعه. fail يرصب is the opposite، عكس of ايه؟ يرصب عكسها ينجح، ينجح يعني succeed، succeed او بس بمعنى ينجح. بولوتي يلوث، وانتر يدخل، وريسبكت يحترم. to get the noun عشان تحصل على الاسم from the verb من الفعل manage يدير، we add the suffix نضيف اللاحقة er تبقى manager مدير. بعد كده عندنا سؤال الكوريكت، سؤال التصحيح. I am going to wear my black dress tonight، يعني سوف ارتدي فستاني الاسود في هذه الليله. يبقى I am بعد am و is و are بيجي الفعل في ing هنا بمعنى سوف. I am going، انا سوف. He joined a sports club، this is his plan، خطته ان هو ينضم لنادي رياضي. خطه تمام كده، ما دام في بلان يبقى استخدم سوف اللي هي am او is او are، و going to المصدر. يبقى هنقول هنا، هنكتبها هنا، هنقول he is going to join، هو سوف ينضم او يلتحق. طب what you going to do when you finish university، ماذا سوف تفعل عندما تنتهي من دراستك الجامعية، هتعمل ايه؟ طبعا بعد what لازم اجيب فعل مساعد، هنا اجيب verb to be عشان going مع you اقول are. what are you going to do، ماذا سوف تفعل. when my parents، لما والدي get enough money، بيبقى معاهم مال كافي، they are going to get a bigger flat، يعني لما بابايا ومامتي يبقى معاهم مال كافي سوف
يحصلون على شقة أكبر، هيجيبوا شقة أكبر. طب يبقى زي ار هنقول بقى إيه؟ going to get، تمام؟ هيجيبوا شقة أكبر. We going travel by air. We have decided to take the train. احنا قررنا نركب القطار، مش هنسافر بقى بالطائرة، تمام كده؟ مش هنسافر جوا. يبقى we نقول aren't going to، في نفي بقى هنا، مش هنسافر بالطائرة، احنا هنسافر بالقطار. aren't going to، لأنه سافر بالطائرة سوف نسافر بالقطار. بعد كده هنكتب فقرة إنشائية عن a short story you read، قصة قصيرة قرأتها. انت ممكن تكتب عن اي قصة انت قريتها او احنا تناولناها في المناهج بتاعت المرحلة الاعدادية يعني، بس احنا خدنا في الوحدة دي ملخص كده لقصة ديفيد كوبرفيلد. تعال نشوف كتبنا ايه عن قصة ديفيد كوبرفيلد. I like reading، انا بحب القراءة. Because reading is my favorite hobby، لان القراءة هي هوايتي المفضلة. Reading is very important، القراءة مهمة جدا in our life، في حياتنا. It gives us new ideas، يعني بتعطينا افكار جديدة. I read a short story every week، انا بقرأ قصة قصيرة كل اسبوع. Last Friday، الجمعة الماضية، I read a great story، انا قرأت قصة رائعة. It is called David Copperfield، اسمها David Copperfield. It was written by Charles Dickens، اللي مؤلفها Charles Dickens. David Copperfield is the hero، David Copperfield ده البطل of the story، بتاع القصة. David was born، David ولد after the death، بعد وفاة of his father، بعد وفاة والده. His mother Carla، مامته كارلا، loved him، حبته. His nurse، الممرضة بتاعته، looked after him، اعتنت بيه، like her son، زي ابنها. David's mother، مامة David married Mordiston، تزوجت برجل اسمه Mordiston، but he was cruel، لكن هو كان قاسي to David، لديفيد. After his mother died، بعد ما مامته توفيت، he left school، غادر المدرسة، ساب المدرسة، and worked in a factory، وعمل في مصنع. One day، في يوم من الأيام، the manager told him that Mr. McCooper، في يوم من الأيام قال له إن السيد مكوبر wanted a lodger، محتاج نزيل أو مستأجر غرفة، because they were very poor. طيب جه قال له إن في واحد اسمه السيد مكوبر عايز يأجر أوضة في منزله لأن هم فقراء جدا. So لذلك he lived with them، عشان كده هو عاش مع أسرة مكوبر for a long time، لوقت طويل. After that، بعد كده he lived with his aunt، بعد كده عاش مع عمته، and completed his school، وكمل دراسته، كمل المدرسة بتاعته. In the end، في نهاية القصة بقى، he became a reporter، أصبح صحفي، and married a kind girl، وتزوج بنت عطوفة.